خطى خطوات متسارعة في الوصول إلى اتفاق نووي إيراني مع القوى العظمى، تتنامى التوقعات بخصوص الشرخ بين واشنطن وتل أبيب والذي سيخلفه هذا الاتفاق على العلاقات بين الجانبين، بما أن إسرائيل تعارض بشدة العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران. بداية، إلى أين وصلت خطوات الاتفاق النووي وكيف ستتعامل تل أبيب مع هذه الخطوات؟ وهل ستضمن واشنطن أمن إسرائيل ودول الخليج ما بعد الاتفاق النووي؟ حديث الساعة، مرحبا بكم. طرق مختلف توی گرما، معطلی توی پله‌ها و اگر آمریکا این انعطاف و واقع‌بینی رو نشون بده، ما در روزهای آینده به نقطه توافق میرسیم. اگر نشون نده، دنیا آخر نخواهد شد. اینه که خواستم یه توضیح، دست شما هم درد نکنه. فکر میکنم مثلا حد اکثر تا ساعت 12 امشب. موضوع نقض پیمان شما که نه فقط در امریکا، ما که نشان دادیم که از مواضع حق و اگر مسافرت و سفر مسئولین امریکایی به منطقه بهذا الصدد ينضم إلينا من القاهرة الدكتور مسعود إبراهيم حسن، الباحث في الشأن الإيراني. دكتور مسعود، مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. إلى أين وصلت آخر الخطوات فيما يخص إحياء أو إنعاش الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى العظمى وطهران؟ دكتور مسعود، تحياتي لحضرتك وتحياتي للسادة المشاهدين. أهلا بك. أهلا وسهلا. أعتقد أني يلوح في الأفق اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. يعني كل المؤشرات الخارجة تدل على أني نعم. أن المقترح الأوروبي كان يعني يعني كان هناك ردود إيجابية تجاه المقترح. من اللحظات التي أعلنتها طهران تجاه هذا المقترح كانت ملاحظات بسيطة للغاية كما أعلن الجانب الأوروبي، مما يؤكد على أن هناك بالفعل اتفاق نووي قريب جدا للغاية في المرحلة القادمة، ما لم تحدث هناك مفاجآت أخرى سواء من ناحية الجانب الأمريكي أو من ناحية إسرائيل، على أساس أن إسرائيل ترفض بكل الأشكال يعني أي اتفاق نووي جديد مع النظام الإيراني. طيب دكتور مسعود، يعني اليوم طهران ما الممكن أن تقدمه لدول الخليج أو حتى لإسرائيل لضمان عدم عرقلتهم للاتفاق النووي أو عدم تأثيرهم على واشنطن حليفهم الأبرز في مستقبل الاتفاق النووي؟ يعني في رأيي أن البرنامج النووي الإيراني هو مشروع، أعتقد أن المشروع ده قائم ومستمر حتى وإن كان هناك اتفاق ما بين الجانب الأمريكي ومن جانب إيران، لكن أعتقد أن هناك اتفاق أو هناك مشروع سري نووي إيراني، لأن إيران يعني تريد أن تضمن يعني القوة الإقليمية لها في مواجهة أعدائها مثل إسرائيل والدول العربية، بالإضافة لأن إيران بتصنف نفسها على أنها هي القوى الأكبر في منطقة الخليج العربي أو منطقة الشرق الأوسط، ولذلك فإن امتلاك إيران لبرنامج نووي يعني يعطيها أو يعني يعطيها هذه القوة في مقابل القوى النووية الوحيدة الموجودة في المنطقة وهي إسرائيل. لا ضمانات بالنسبة للدول العربية ولا ضمانات لإسرائيل. لا ضمانات للدول العربية لأن إيران لديها مشروع في إقليمي كبير، هذا المشروع يعني منذ قيام الثورة الإسلامية وهذا المشروع قائم ومستمر، ولذلك وجدنا إيران استطاعت أن تدخل دول عربية من خلال ميليشياتها العسكرية، أربع دول عربية التي تحكمها الآن هي الميليشيات العسكرية الموالية لإيران، يعني ما يحدث في اليمن وفي سوريا وفي العراق
اعتقد ان كل ذلك هي مؤشر قوي على ان المشروع الاقليمي الايراني مشروع قائم ومستمر. يعني هل حصلت ايران او هل ثبتت رؤيتها في المنطقه دكتور مسعود واجبرت العالم يعني المجتمع الدولي وحتى الاقليمي على الرضوخ لهذا المشروع او القبول به على ارض الواقع؟ المؤشرات تؤكد ذلك، خاصة ان يعني حتى يعني الميليشيات العسكرية الإيرانية الموجودة في المنطقة والتي تسبب قلق للدول العربية في وللتجارة في الخليج العربي لم يعني لا توجد نقطة واحدة في الاتفاق المزمع عقده تشير من قريب الى او بعيد الى هذه الميليشيات والى كف إيران عن دعم هذه الميليشيات. هذا الأمر يؤكد على أن إيران مستمرة في مشروعها الإقليمي، وميليشيات العسكرية تقوم بدورها المخطط لها منذ زمن بعيد. لا تتوقف إيران عن هذا الأمر، يعني حتى في سوريا، يعني إيران موجودة الآن في سوريا بموافقة النظام الحاكم في سوريا، وهو أعتقد أن ده أمر يعني صعب تفسيره للغاية، وهو ما يؤكد قوة إيران الآن في هذه المرحلة في مشروع الإقليمي. أيضا ما يحدث في اليمن والأحداث الأخيرة التي حدثت في اليمن تؤكد أن جماعة الحوثيين يعني تتقدم بشكل كبير، ووجودها أصبح شرعي بعد أن كانت ميليشيا غير شرعية، أصبح وجودها شرعي وتتفاوض باسم الشعب اليمني في كثير من المستويات السياسية. كل هذه الأمور تؤكد أو تشير إلى أن بات المشروع الإيراني الإقليمي مشروع ثابت لا يمكن يعني إخفاله. المشروع الإقليمي وميليشيات إيران العسكرية أصبحت قوة لا يمكن التغاضي أو غض الطرف عنها، ويعني الحل الوحيد هو أن يكون هناك مشروع عربي مقاوم لهذا المشروع الإيراني، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لن يعني أعتقد أن هذه الميليشيات تخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية يعني بشكل أو بآخر، فهذا الأمر أعتقد أنه مستمر وقائم حتى يكون للعرب كلمة أخرى. الدكتور مسعود إبراهيم حسن الباحث في الشأن الإيراني، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا جزيلا لك. من القاهرة أيضا ينضم إلينا المحلل السياسي والمختص في الشؤون الدولية الأستاذ أحمد العناني. أستاذ أحمد مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. هل فعلا تمكنت طهران من فرض رؤيتها على المجتمع الدولي فيما يخص اتفاقها النووي أو حتى مشروعها في التمدد الإقليمي أستاذ أحمد؟ يعني صباح الخير على السادة المشاهدين. بكل تأكيد قررت طهران أن تفرض أجندتها في المنطقة وفي الأقليم فيما يخص برنامجها النووي، إنما لاقت صعوبات كثيرة. أبرز هذه الصعوبات ربما كانت منذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وتوقيع عقوبات اقتصادية مغلظة على كافة القطاعات في الداخل الإيراني، ما أدى إلى وجود حالة من عدم الرضا الشعبي في الداخل الإيراني، ضغطت على وقع الأمر المسؤولين المتعاقبين إذا كنا نتحدث عن حسن روحاني وحكومته السابقة، وأيضا إبراهيم رئيسي، وما تمر به إيران من حقيقة تضخم وحالة اقتصادية متردية. من ثم أعتقد أن إيران حاولت أن تتواجد وحاولت أن تفرض أجندتها، خاصة فيما يخص برنامجها النووي. هنا نتحدث عن البرنامج النووي الإيراني. إيران فشلت فيما يخص فرض الحقيقة أجندة البرنامج النووي الإيراني، لأنها الآن تقدم تنازلات عديدة في يعني البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات التي تجرى حاليا في فيينا، من خلال دول الاتحاد الأوروبي كوسيط في المقابل لتقريب وجهات النظر وإبرام اتفاق نووي ما بين الدول الكبرى من جانب دول الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية وطهران. ومن ثم أعتقد أنه موضوع الميليشيات وموضوع ربما نجحت في ملف الميليشيات، لأن الميليشيات ما زالت موجودة، الميليشيات ما زالت يعني تدعم وبشكل كبير من ناحية اللوجستية، من ناحية العسكرية، الحرس الثوري الإيراني يتواجد داخل الأراضي السورية، أيضا يعني الحوثيين والتهديد المباشر لأمن المملكة العربية السعودية والدعم بالصواريخ البالستية والمسيرة، كل هذه الأمور تشي بأن الجانب الإيراني نجح في شيء وأخفق في شيء، نجح في الحفاظ. والمخاوف أيضا المخاوف الإسرائيلية الكبيرة والتي ربما وترت العلاقات مع واشنطن فيما يخص الاتفاق النووي أستاذ أحمد، هل فعلا تدرك إسرائيل خطورة
ما إذا تمكنت طهران من فرض شروطها في الاتفاق النووي القادم؟ يعني بكل تأكيد خوفنا من الجانب الإسرائيلي فيما يخص البرنامج النووي الإيراني، لأنه ربما من وجهة نظر إسرائيل أن الحقيقة الاتفاق الذي يسري حاليا أو يتم التفاوض عليه حاليا ليس قوي، لا يشمل الصواريخ البالستية. هذا أمر هام يهم الجانب الحقيقة الإسرائيلي. أيضا الميليشيا إيران كحزب الله على سبيل المثال هي مدرجة جماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تهدد بالنسبة للجانب الإسرائيلي أمن إسرائيل في الجنوب. إذن يعني هناك تخوفات عديدة ولم تشمل بعض النقاط الهامة التي كانت في واقع الأمر أثرها الجانب الإسرائيلي. إنما هناك بعض الرسائل التطمينية أتت من واشنطن حينما تحدث الرئيس الأمريكي أنه لا شطب للحرس الثوري الإيراني. الحرس الثوري الإيراني ما زال الحقيقة مدرج على قائمة العقوبات ايضا وفي لوائح الارهاب، ايضا الابقاء على جزء من العقوبات لحين يعني التبين نيه الجانب الايراني فيما يخص التعامل مع الدول الاقليميه في المنطقه، هذا جانب اخر. ايضا الصواريخ البالستيه يعني اتى الحديث ان الصفقه الان الولايات المتحده الامريكيه ان تدرج الصواريخ البالستيه وميليشيا ايران في المنطقه الى جانب برنامجها النووي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أعتقد أنه إيران ستقدم تنازلات، إنما حينما يأتي الحديث عن الصواريخ البالستية وتتوسع عملية التفاوض لتشمل ميليشيا إيران، أعتقد من هنا تأتي الانتكاسة فيما يخص التفاوض ما بين طهران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه الإيرانيين بينظروا لصواريخ البالستية أنها آلة الردع الوحيدة التي تستطيع إيران من خلالها يعني كما تسميها إيران يعني دحر أي هجوم أو أي حقيقة كما تسميهم محور الشر. هي تسمي بعض الدول على رأس الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول المتحالفة وإسرائيل أنها قوى شر تريد الحقيقة نيل من طهران، ومن ثم يعني الصواريخ البالستية أداة ردع فيما حقيقة يعني كان هناك هجوم يعني على طهران نفسه. نعم. طيب أستاذ أحمد، يعني اليوم طهران أيضا قدمت الكثير من التنازلات، على رأسها عدم إزالة الولايات المتحدة اسم الحرس الثوري من قوائم الإرهاب. هل يصب ذلك في فصل الاتفاق على الملف النووي عن باقي الملفات، كأن يكون الملف العسكري والتمدد في المنطقة وملف الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وما إلى ذلك؟ هل نحن أمام اتفاق موازي للاتفاق النووي في المنطقة؟ يعني بكل تأكيد هذا الاتفاق هو شبيه من وجهة نظري باتفاق 2015، يعني حتى الآن لم تدرج ميليشيا إيران في المنطقة، لم تدرج الصواريخ البالستية أيضا على بعض الشركات اللي هي بتدعم الحرس الثوري الإيراني، وأداة اقتصادية للحرس الثوري الإيراني سيرفع عنها العقوبات. بعض العقوبات الاقتصادية يعني فرضت على بعض الشركات اللي هي بتمول الحرس الثوري الإيراني، لك أن تتخيل أنه جزء من هذه الشركات سيرفع عنها العقوبات. إذن يعني حتى إسرائيل بتنظر إلى بعض النقاط على أنها يعني انتكاسة في الملف النووي الإيراني، ومن ثم أعتقد هناك اتصالات مفسقة ما بين الجانب الإسرائيلي وبين الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هناك امتعاض كامل من قبل الحقيقة يائير لبيد، لأنه لبيد بينظر إلى نقطة هامة يعني علينا أن يعني نضعها في الحسبان، وهو الانتخابات القادمة ما بينه وما بين عارضة الحقيقة ورئيس زعيم حزب الليكود نتنياهو، الذي سيستغل هذا الأمر ويقول أن لبيد أخفق في التفاوض في الحقيقة الملف النووي الإيراني، وتم تمرير اتفاق نووي إيراني يدور بمصالح الجانب الإسرائيلي، ومن ثم سيكون خلال الفترات القادمة ضغط من لبيد على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدرج الصواريخ البالستية وأن تدرج يعني بعض الشركات التي سيرفع عنها العقوبات. يعني ستطرح الجانب الإسرائيلي عدد كبير من بعض الشركات التي تمول الحرس الثوري الإيراني، عليكم الإبقاء على هذه الشركات. أيضا التهديد المباشر والحقيقة التواجد وتهديد أمن الملاحة البحري، كل هذه الأمور ستتحدث عنها إسرائيل. بعض التقارير أشارت أنه يعني إسرائيل تتخوف أيضا لأنه الحرس الثوري الإيراني في الفترات الماضية قام بعدة عمليات في الحقيقة يعني المضايق البحرية واحتكاكات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي، كل هذه الأمور إسرائيل تضعها في الحسبان. إذن من وجهة نظري الاتفاق النووي الإيراني بالنسبة لإيران هو مكسب، بالنسبة لإيران مكسب ليه؟ لأنه حققت بعض النقاط الهامة، أعتقد أنه رفعت عدد كبير من الشركات، أعتقد أنه موضوع الحرس الثوري الإيراني لا يهم في هذه المرحلة، هي الآن تتضرر اقتصاديا، لك أن تتخيل أنها ستصدر 2.5 مليون برميل نفط، كل هذه الأمور ستنعش الخزائن الاقتصادية داخل إيران، ومن ثم أعتقد ستتغلب على المشاكل الداخلية التي على النظام في الداخل الإيراني. نعم.
الأستاذ أحمد العناني المحلل السياسي والمختص في الشؤون الدولية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا جزيلا لك. من القدس ينضم إلينا الأستاذ عصمت منصور الخبير والباحث بالشأن الإسرائيلي. أستاذ عصمت مرحبا بك في حديث ساعة وعلى شاشة اليوم. ما هي أبرز المخاوف الإسرائيلية أستاذ عصمت من إمكانية توصل طهران مع القوى الدولية لاتفاق نووي تفرض فيه طهران شروطها على المجتمع الدولي؟ أستاذ عصمت تحياتي لكم ولمتابعكم. بالفعل يعني هناك حالة قلق كبيرة لدى دولة الاحتلال وقادتها سواء المستوى الأمني أو المستوى السياسي. نعم. من عودة قريبة لهذا الاتفاق، يعني واضح أنه يلوح بالأفق اتفاق قريب وأن هناك إرادة ورغبة لدى الطرفين سواء الولايات المتحدة أو إيران بعودة هذا الاتفاق، وهذا الاتفاق يعطي إيران تقريبا يعني كل ما كانت حصلت عليه في الاتفاق السابق، بالإضافة إلى ضمانات بعدم يعني تراجع الولايات المتحدة عنه حتى لو تغيرت الإدارة الأمريكية، وأيضا لا يحد، وهذا هو ربما أكثر تخوف إسرائيلي، لا يحد من نفوذ ودور إيران الإقليمي سواء يعني عسكريا أو من خلال المجموعات والفصائل والقوى التابعة لها، وبالتالي هذا يعطيها زخم إضافي يعزز من حضورها. وأيضا يتأكد لإسرائيل أنها ليست فقط يعني ليست طرفا في هذا الاتفاق، إسرائيل ليست طرف وهذا كله يعني معروف للجميع، ولكن أيضا الولايات المتحدة لا تأخذ بشكل جدي مخاوفها، تقدم لها تطمينات نعم، تحاول أن تدخل في الاتفاق تعديلات تهدئ من مخاوف إسرائيل، ولكن أيضا يعني عندما يتعلق الأمر بالقرار الأمريكي يعني في النهاية تغلب المصالح الأمريكية على الهواجس الإسرائيلية والرغبات الإسرائيلية في يعني حصار إيران واستمرار التضييق عليها. ربما هنا من المفيد أن نذكر أنه التراجع عن الاتفاق والانسحاب منه من طرف ترامب في السابق أثارا انقساما، رغم أنه يعني كان بدعم وضغط من نتنياهو أثار انقسام في لدى المؤسسة الأمنية في إسرائيل، وهناك من اعتبر أنه هذا يعني شكل ضرر وضره أكثر من فوائده، والآن هم يدفعون ثمن هذا الضرر. طيب أستاذ عصمت، اليوم ما خيارات إسرائيل في حال حدوث تقدم كبير والوصول إلى اتفاق؟ هل تملك إسرائيل أي خيارات لعرقلة هذا الاتفاق أو منعه من أن يتم بين طهران والغرب؟ لا، إسرائيل تملك خيار أن تبقى يعني تحاول مع الولايات المتحدة وأن تضغط على الولايات المتحدة سواء يعني من خلال اللوبي الإسرائيلي الصهيوني أو من خلال القنوات المفتوحة والحوار الدائر بين الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال، ولكن وربما أحيانا من خلال دول إقليمية والتحالف مع دول وتوجيه يعني ضغوطات باتجاه الإدارة الأمريكية، ولكن أن تقف ضد الاتفاق بشكل علني وأن تحارب الاتفاق أو أن تبكي لها على خيارات بمعنى توجيه ضربة لإيران أو غيرها بمعزل عن الولايات المتحدة، هذا غير وارد. كل يعني شخص عاقل يدرك أن إسرائيل دون ضوء أخضر أمريكي ودون غطاء أمريكي سياسي وعسكري ودبلوماسي لا يمكن أن تقدم على أي خطوة ضد إيران، وبالتالي هي تجد نفسها يعني ملحقة بشكل إجباري وقسري بالموقف الأمريكي في هذه الجزئية. نعم. طيب أستاذ عصمت، اليوم أيضا هناك مخاوف ليس فقط لدى إسرائيل إنما لدى دول الخليج أيضا، هل فعلا اليوم حلفاء واشنطن من الممكن أن تقدم لهم الولايات المتحدة أي ضمانات أي اعتبارات لهذه المخاوف الأمنية سواء كانت مخاوف من قبل إسرائيل أو دول الخليج؟ يعني جزء من هذه المخاوف تم طرحها أثناء زيارة بايدن الأخيرة وخاصة في السعودية واجتماعه بزعماء دول المنطقة وعقد قمة هناك، هو يعني مجرد حضوره للمنطقة كان نوع يعني فيه رسالة تطمين وأن الولايات المتحدة باقية وأنها يعني تقلق لمستقبل وأمن حلفائها، وأيضا يعني ستبقي يعني على هذه الضمانات وهذه التطمينات قائمة، ولكن بشكل فعلي ربما يعني لا تستطيع الولايات المتحدة أن يعني تقدم ضمانات أكثر من ذلك، سوى أنها من خلال هذا الاتفاق وضعت كل ما يمكن أن يعني يهدئ. لذلك أستاذ عصمت، لذلك يعني بدأت يعني السعودية تتجه نحو
تحسين العلاقات مع إيران بوساطة عراقية. كما تعلمون في الآونة الأخيرة ظهرت بوادر تهدئة بين السعودية وإيران مؤخرا، هذا يعني بأنها لن تعد أو لم تعد تعتمد على الجانب الأمريكي بهذا السياق؟ صحيح تماما. يعني واضح أنه سياسة السعودية سواء سياستها النفطية أو سياستها في التكارب ورفض الضغوط الأمريكية للابتعاد عن الصين والتعاون معها أو فيما يتعلق بالعودة للعلاقات مع إيران، هو يعني واضح أنه هذه الدول وصلت إلى قناعة أنها يعني من الأجدل لها أن تدير خلافاتها ومخاوفها مع جيرانها ومع دول المنطقة من خلال الحوار والدبلوماسية ومن خلال إيجاد حلول تطمئن هذه الدول وليس الاعتماد على القوة الأمريكية والتدخل الأمريكي فقط. الأستاذ عصمت منصور الخبير والباحث بالشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من القدس، شكرا جزيلا لك. حديث الساعة مستمر مشاهدين الكرام، وفي ملفنا الثاني الأمم المتحدة تجدد تحذيراتها من تصاعد المخاطر المحدقة بالعاملين في المجالين الإغاثي والإنساني في اليمن خلال العام الجاري خصوصا في أوساط النساء. فما التفاصيل وإلى أين وصل المشهد اليمني وسط هدنة حذرة، وما مصير العمل الإغاثي والإنساني وسط هذه المخاوف؟ أسئلة نوجهها لضيوفي في هذا الملف، ابقوا معنا. Following the attacks last month by Ansar Allah on the United Arab Emirates, including on a civilian airport and a nearby industrial area, Following the attacks last month by Ansar Allah on the United Arab Emirates, including on a civilian airport. بهذا الصدد ينضم إلينا من عمان رئيس تحرير صحيفة العلا الأستاذ علي شعثان. أستاذ علي مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. إذا الأمم المتحدة تشكو تصاعد العنف ضد الفرق التي تساهم في عمليات الإغاثة والعمليات الإنسانية في اليمن، أستاذ علي، ما مدى تأثير مثل هذه الخطورة على العاملين في مجال الإغاثة في اليمن؟
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نشكر قناة اليوم على نشكر قناة اليوم على اهتمامها بالشأن اليمني وخصوصا الإنساني منه جنبا إلى الاهتمام بالشأن العربي والدولي. بالنسبة لتهديدات المتنامية ضد العمل الإنساني والإغاثي في اليمن وسط هدنة عسكرية غير مكتملة الأركان فيما بيننا الطرفين من جهة والأطراف المنضوية تحت جناح الطرفين من جهة أخرى، لا يمكن أن ترقى إلى مسافة تهديدات الخارجة عن السيطرة هناك، أي التهديدات ناتجة من قبل الأطراف أنفسهم كما وأنها ناتجة من قبل القائمون عليها. أولا حقيقة وليس التهديدات، عدم عدالة التوزيع الإغاثي، بمعنى أن كل طرف من أطراف الصراع يعمل على استقطاب المنظمات الداعمة للشأن الإنساني في اليمن وأخذ حصة الدعم المقدمة إلى الشعب اليمني وتوزيعها على المواليين له والمنضويين تحت سيادته بالولاء لا بالحكم أو بما شابه ذلك. ثانيا عبث النفريات الإدارية وخيالية أسعار الشراء للمواد الإغاثية، فهناك إحصائيات مقدمة إلى الجوانب الرسمية وجوانب إنسانية تشير إلى أن العملية الشرائية لبعض السلع تفوق الأسعار الثابتة على مستوى الأسواق أو على مستوى الشيء المتعارف عليه. كما نشير ثالثا إلى أنه لا نقول صعوبة النزول الميداني لخطورة الطريق أو ما شابه ذلك، بل لتراجع نسبة الضمير الإنساني إن لم يكن غائبا لدى القائمون ولا المعنيون من قبل المؤسسات المحلية والعربية والدولية. طيب هناك يعني هدوء، وإن وصف بالهدوء الحذر عسكريا أستاذ علي، ألا يجب أن يساهم هذا الهدوء في رفع وتيرة العمل الإنساني في اليمن؟ لكن ما نتابعه هو العكس تماما، بل يعني هناك زيادة في حوادث يعني التعديات على العاملين في مجال الإنساني، وهذا ما ينذر بالخطر على ملايين اليمنيين الذين هم بحاجة وبحاجة ماسة لإيصال المساعدات أو إيصال المؤن والمعونات الدوائية أيضا. أستاذ علي، نعم، هذا الاعتداء والتعدي على القائمون على العمل الإنساني والعمل الإغاثي من قبل من؟ ليست من قبل أطراف خارجة عن سلطة الأطراف المتصارعة، هي من قبل الأطراف أنفسها، يعني بمعنى أن كل طرف يلزم الجهة الداعمة أو المنظمات الداعمة أو المؤسسات الداعمة توزيع العينات الإغاثية أو الشحن الإغاثية إلى جماعته، وهذه العملية يقوم بها أطراف، تقوم بها بالمعنى الأصح تقوم بها أطراف الصراع أنفسها، لا أقصد أن هناك جماعات خارجة عن سيطرتها. وهذا ما يعيب الدور الرقابي ويعيب الدور في المقام الأول أو في المقام الرئيسي دور الضمير الغائب لدى أطراف الصراع أنفسها. فكما ذكرت سابقا كل طرف يحبذ أن يأخذ الحصص المقدمة للشعب اليمني بالمجمل لجماعته خاصا، ولقد لاحظت يعني بأم عيني في المناطق الخاضعة تحت طرف ما توزيع العملية الإغاثية والسلال الإغاثية لجماعات محددة محسوبة في الولاء لهذه الجماعة وليس لمن ينصحها أو لمن يقدم الجهود السلام وجهود الوئام فيما بين النسيج الاجتماعي. طيب وهذه في حد ذاتها نعم. وسط هذا التصاعد في الاعتداءات على هذه المنظمات التي تقدم يد العون، سواء كانت هذه الاعتداءات والتي أشار لها تقرير الصادر عن الأمم المتحدة أو مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن أوتشا بأنها يعني من يكون مسؤول عن هذه الانتهاكات هم جماعة الحوثي أستاذ علي بحسب تقرير المكتب طبعا، لكن إذا ما استمرت هذه الاعتداءات الملف اليمني الإنساني إلى أين يتجه من وجهة نظركم؟ طبعا الملف الإنساني في حقيقة الأمر بيتجه من سيء إلى أسوأ ومن كارثة إلى كوارث متعددة، وفي واقع القول لا نحمل مسؤولية الاعتداء طرف بعينه كون الأطراف مشتركة في عملية الصراع
وكون المنظمات الداعمة لها امتداد في جميع المساحة اليمنية. وإذا حصل يعني تجاوز من قبل جماعة الأمر الواقع في صنعاء أو جماعة الشرعية في عدن أو جماعة مأرب أو هيك من أطراف الصراع اليمني، لا يكون كنقطه رئيسيه محسوبه عليه انه هو من يتحمل كل عوائق التنميه، عفوا كل عوائق الاغاثه في اليمن. لا، الاغاثه مهدده من قبل جميع الاطراف، وهذه حقيقه لا يتغافلها لا تتغافلها الاطراف بانفسها. كل الاطراف مسؤوله مسؤوليه رئيسيه او هامه في شان العمل الاغاثي. كون الأمور سارت من سيء إلى أسوأ كما ذكرنا سابقا، وإن غالبية الشعب اليمني على ما يلاحظ منتظر بفارغ الصبر كل ما يقدم إليه من الخارج، وكون ثروات اليمن مهدرة بما يتضمنه المعنى وما يحللها المحللون بعقوبات البند السابع الذي اليمن الحبيب رازحة تحت بنود هذا البند الذي ندعو كل أطراف الصراع لتقديم التنازلات من أجل الخروج من تحت هذا البند الذي أذاق اليمنيين ويلات العناء. وينتظر الشعب اليمني بفارغ الصبر أي مخرج لهذه الويلات ومن أي ظرف كائنا. الأستاذ علي شعثان، رئيس تحرير صحيفة العلا، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات. كنت معنا مباشرة من عمان، شكرا جزيلا لك. من القاهرة ينضم إلينا الأستاذ وضاح الجليل، الكاتب والمحلل السياسي اليمني. أستاذ وضاح، مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. أيا كان الطرف الذي يعني يعرقل سير العمليات الإنسانية في اليمن، لكن من يدفع الضريبة في نهاية المطاف هم اليمنيين أنفسهم. أستاذ وضاح، وسط هذه التحذيرات التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة ومكاتبها في اليمن، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن أوتشا، من إعاقة العمل الإنساني عبر الاعتداء وتهديد الكوادر القائمين على يعني العمل الإنساني، ما المصير الذي ينتظر اليمنيين وسط هذه المصاعب أستاذ وضاح؟ نعم، تحية لك ولجميع السادة المشاهدين. الوضع الإنساني في اليمن يتفاقم يوما بعد يوم. مؤخرا أعلن برنامج الغذاء العالمي أنه سيقلص مساعداته المقدمة إلى اليمن لأسباب متعددة. طبعا هو لم يوضح هذه الأسباب، لكن هذه الأسباب تتلخص في أن الحرب في أوكرانيا تسببت في نقص الإمدادات، نقص سلاسل الغذاء وإمداداته حول العالم، أيضا قلة المساعدات المقدمة من الدول الكبرى والدول المعنية بالشأن اليمني، هذا أدى إلى تقليص هذه المساعدات. الآن الأزمة الإنسانية في اليمن تتفاقم أكثر فأكثر. صحيح أن الفترة الماضية شهدت في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية شهدت استقرارا نسبيا للعملة المحلية، وبالتالي هذا جعل الأسعار في نفس المستوى، لم ترتفع أكثر مما كانت عليه. هذا الاستقرار ساهم في مساعدة الناس على تدبر أمورهم، لكن الأسعار هي بالتأكيد كانت مرتفعة أصلا، والأزمة الإنسانية قائمة. لكن ما أقصده أن الأمر لم يتفاقم، وهذا أمر مؤقت، ربما تحدث المفاقمة خلال الأشهر أو الأسابيع القادمة. هناك الكثير من المؤشرات والتحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني والعودة إلى الانهيار مجددا، ومنها هذا التحذير الذي أطلقته الأوتشا. مصير ملايين اليمنيين وخصوصا من النازحين والمشردين والقابعين في مناطق التماس والمناطق المحاصرة بالتأكيد هو مصير مجهول. هناك أرقام مهولة لأعداد الأسر والأفراد الذين يعيشون على وجبة واحدة في اليوم، وهناك أرقام مخيفة عن سوء التغذية التي لحقت بالأطفال والوفيات الناجمة عن. ولكن ما صاعد كل هذه الأرقام أستاذ وضاح، كل هذه الأرقام تصاعدت في ظل المخاوف على
الغاملين في مجال حقوق الإنسان ومجال عفوا المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة إلى هؤلاء اليمنيين؟ نعم بالتأكيد، نحن الآن نعيش هدنة منذ ما يقارب الخمسة أشهر. هذه الهدنة يفترض أنها كانت هدنة موجهة نحو حماية المدنيين والسماح لهم بالحصول على حياة طبيعية، بوصول المساعدات إليهم، تطبيع الأوضاع في مختلف وعموم المناطق بما يسمح بحرية الحركة والتنقل والحصول على الغذاء ووصول المساعدات الإنسانية، وأيضا تسهيل وصول الخدمات ووصول المواد الغذائية والطبية، لكن ذلك لم يحدث. الهدنة القائمة على الأرض هي فقط وقف إطلاق النار، وهو أيضا لم ينفذ بحذافيره، لكن ما يخص الأزمة الإنسانية لم ينفذ منه شيء. هناك ملايين المدنيين يقبعون تحت الحصار ولا تصل إليهم المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية إلا بصعوبة بالغة. هناك ملايين أيضا من الموظفين لم يحصلوا، أقصد موظفي الدولة، لم يحصلوا على رواتبهم منذ 6 أعوام، وكان يفترض أن هذه الهدنة تسمح بحصولهم على رواتبهم. هناك أيضا مدن وقرى واقعة تحت الحصار، وكان يفترض أن هذه الهدنة تتضمن فك الحصار عنهم والسماح بتنقل الأفراد وبحرية، وأيضا وصول البضائع وحركتها بسهولة وبدون أي معوقات، لكن كل ذلك لم يحدث. الهدنة كما ذكرت لك هي فقط مجرد وقف لإطلاق النار، لكن ما يخص الجانب الإنساني لم ينفذ منه إلا النزر اليسير جدا، وهو لا يفي بحل هذه الأزمة الإنسانية أو معالجتها. الكاتب والمحلل السياسي اليمني الأستاذ وضاح الجليل، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا جزيلا لك. من أوسلو ينضم إلينا دكتور عبد البحش الكاتب والمحلل السياسي. دكتور مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. نتحدث عن واقع إنساني لطالما عانى منه اليمن واليمنيين، لكن ما زاد الطين بلة كما يقال، على الرغم من وجود هدنة حذرة منذ أشهر وإلى اليوم، لكن هناك اعتداءات على الكوادر العاملة في مجال حقوق الإنسان، في مجال إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى اليمنيين. ما مدى خطورة هذا الموقف الذي يشتكي منه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن أوتشا دكتور عبدة؟ شكرا جزيلا. بداية دعاني السادة المشاهدين الكرام في كل مكان، أهلا بك. المأساة، مأساة الوضع الإنساني في اليمن هي لا تخفى على أحد، وهناك يعني تقارير مطولة تتحدث عن هذا الجانب، سواء التقارير الصادرة من الأمم المتحدة أو من المنظمات الإنسانية الغير حكومية أو أيضا المنظمات الإنسانية الدولية أو المنظمات الإنسانية المحلية في اليمن. ما زادت الطين بلة في الجانب الإنساني في اليمن هو أن الميليشيات الحوثية دابت على عرقلة وصول هذه المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها أو إلى الفئات المتضررة والأشد فقرا والتي فعلا لا تجد القوت الضروري في منازلها. هناك وضع إنساني حرج للغاية، لا يمكن وصف هذا الوضع الإنساني مهما استخدمنا من العبارات. هناك أسر تعرضت للموت، وهناك أسر أخرى يأكلون أوراق الشجر، وهناك من أقدموا على قتل أطفالهم من الجوع هربا من الجوع. تصور يا أخي هذه الكارثة التي حلت على هذا الشعب اليمني. ومع ذلك الميليشيات الإجرامية اللصوصية الحوثية لم يرفلها قلب، لم ترأف بهؤلاء الجوعى، هؤلاء الفقراء، الأرامل، الأيتام، هؤلاء الناس الضعفاء، لم ترأف بهم، ودابت هذه الميليشيات على سرقة المساعدات الإنسانية. ودعني هنا أشير إلى رسالة وجهها مدير مكتب البرنامج الغذاء العالمي في اليمن
رسالة وجهها إلى عبد الملك الحوثي زعيم الميليشيات الحوثية، يقول له بالحرف الواحد: إنك تسرق، هكذا، إنك تسرق 80% من المساعدات الإنسانية المقدمة للفقراء والجوعى في اليمن. يتهم عبد الملك الحوثي بسرقة 80%، ويقول له بعبارة أخرى: إنك تسرق اللقمة من أفواه الجائعين. أنا عندما قرأت هذه الرسالة وقرأت هذا البيان الصادر من مدير المكتب، كنت أتوقع أن الأمم المتحدة سوف تقلب الطاولة على رؤوس الحوثيين، على رؤوس الميليشيات اللصوصية الإجرامية، ولكن الذي حدث هو العكس من ذلك. الذي أن الميليشيا أن الأمم المتحدة تواطأت. طيب ما الخيارات؟ ما الخيارات دكتور عبد؟ يعني اليوم هناك قوى مسيطرة بحكم الأمر الواقع على الأرض، لا دخول المساعدات إلا عن طريقها، لا وصول إلى اليمنيين إلا عن طريقها. اليوم ما خيارات الأمم المتحدة بهذا الصدد؟ هل تدخل في صراع مسلح مع الحوثيين على سبيل المثال؟ الأمم المتحدة يا سيدي العزيز، الأمم المتحدة هي من ساهمت في أن تسيطر هذه الميليشيات على اليمن، وأعطيك دليلا على ذلك. عندما كانت قوات حراس الجمهورية وقوات العمالقة على أبواب مدينة الحديدة على وشك تحرير مدينة الحديدة النافذة الرئيسية والوحيدة لوصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، ماذا فعلت الأمم المتحدة؟ وماذا فعل أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة؟ يا أخي، تباكوا كبار الموظفين في الأمم المتحدة بما فيهم الأمين العام، كانوا يذرفوا دموع التماسيح وبذلوا جهود مضنية وكبيرة بإقناع القوى الكبرى وبإقناع القوى الدولية والإقليمية لإيقاف التقدم وإيقاف عمليات تحرير الحديدة بحجة أن الجانب الإنساني سوف يتعرض إلى كارثة كبيرة. هذه كذبة، يعني أقولها لك أنها كذبة، وأن الأمم المتحدة هي الشيطان الأخرس، هي المسؤول الأول والوحيد عن معاناة اليمنيين، وهي من تقدم المواد الإغاثية والأموال التي تأتي من المانحين، تقدمها هدية مجانية إلى أي الميليشيات الحوثية اللصوصية الإجرامية. نحن نتكلم بكل وضوح ونبتعد عن لغة الدبلوماسية، لأن الوضع لم يعد يحتمل. صحيح. هناك صحيح. شعب يموت، هناك شعب يعاني. صحيح. للأسف. هناك كارثة حقيقية، ولكن هناك تواطؤ دولي. وهناك مع الأسف الشديد أمم متحدة تتفرج على الضحايا وتقف مع الجلادين. ما رأيك يا أخي في هذا؟ الدكتور عبد البحش الكاتب والمحلل السياسي، أنا أشكرك جزيل الشكر على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من أوسلو، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حديثنا لهذه الساعة، أما لمواضيع أوسع فيمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني اليوم tv.net. دمتم بخير وإلى اللقاء.